بابا؟ وين بابا؟ بابا ماما؟ بابا ماما؟ 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 تعال تعال وين سمك؟ تعال ما عرفت وش رايح، رايح على بيته. عطيني انا، يلا هيا يلا، ها اعمل هيك هيك، شوف فنود هاي، يلا نلعب على البحر، واحد اثنين اوبا اوبا. وين بحر؟ وين راحت؟ تعال يعني والله ما انا فاهم اذا شو انا يعني لك تزوج ماشي ما اقول له شيء اوكي، وسكن لحاله كمان ما اقول له شيء اوكي، اما انه اليوم الجمعه والاكل وصل انا طلبت اكل ولهلا ما وليد ما يوصل بضل ابني هذا ماشي خليك ابني العود ابني المدلل ورجاء بلا كيد وبلا ايش اطلب لحالك اكل يلا هذا الاكل اللي انا طلبته اوكي صحه وهنا بخيرك بس شيء زي في يوم الايام انا انا بدي اسكن معكم اصلا اذا بتيجي بتجيب مرتك ولادك عنا لا لا انا مرتي ولا حيكونوا عندكم اصلا مش راح اروح اجيبهم حاسكن معكم انا اوكي اهلا وسهلا حبيبي والله يسعدك يا رب البيت اوسع شوي حاضرين يعني الصلاه الجمعه لها مخلصه تقريبا ساعه ونص طيب هو اتصل عليك قال لك انا على الوحده بكون عندك كم الساعه 1:30 الى 5 طيب انا بس بوريهم الساعه الجديده اول شيء جاء عندي اخي كبير عنه 70 عذرًا لا بس برضه بيته هو على فكره بعيد 4 دقائق عنا ماشي اثنين وليد معروف بالمواعيد الغير منضبطه لا بس صغير هاي سب والله سبحان الله بسم الله لا لا طب خليني افتح لك يا زلمه خليني افتح الضيف المفروض انت بيت ابوي عادي انا مش فاهم يعني انا مو فاهم ايش الاكل له 10 دقائق هون يعني الغلط عليك ولا على نور عشان اعرف بس مش انا انت من مش انا اكيد حتعرف مين مين اللي مسيطر ايوه مين اللي مسيطر شكله وليد مش حدا مسيطر لا شكله هي مسيطر وليد لا لا فضحك ايش هذول اواعي صاروا 5 سنين لك معي عندي بالسياره ونسيت اعطيك اياها اواعي الي تأكد إيه؟ ما عرفش جاد ولا من أول ولا شو؟ لما جبت أشياء على حلو أوكي. كتير حلو كتير بس الأكل السلام عليكم أهلا 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 كان مش عاجبه هذا مخور الولد مين؟ هذا أبوه إنه إيش حبيبي غلط تزوجته هيك يعني صرت تأخر على المواعيد؟ لا لا ما هو في أصبع ويرضى عليك يا نوالة حبيبتي نوالة بكارة في هذا الحارس العمارة حبيبي بكارة فيك يلا الله يسعدك حبيبي طيب يلا تفضلوا تعال تعال يلا عطول عطول بسرعة على الأكل شكرا تفضل شكرا على الشاي بعمل لكم سيزر سلام سيزر سلام سيزر سلام حطوا هون حطوا هون يلا لا ليش موسخ وجلي بدنا نفطر بسرعه ونطلع يلا طيب يلا 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 نطلع بدري يلا تفضلوا العائلة السعيدة صباح الخير ماما ماما صاحي منكد اليوم بريضة تعبانة شوي طرطر ايه بس بس سنود بس بس مرشح يا مسمي والله سمير ماما ما بستو تعال صح بيكك طلطلتك معه في ايده اوكي يا حاج وليد نور وليد نور بطل ياكله ما ادري حاجه قاعد تنقط على حالك ها معلم جاهزين على وين؟ على المخيم على البر وين المخيم هذا؟ ايش؟ ايش هو؟ هي حركه عملتها وشامي طالع له بس لونها حبه يلا هات الايس بوكس يا جاي يلا خذ الايس بوكس يلا يلا المطعم اتقل منك ترى اوصلك على المطعم يلا ايه راح المصعد يلا اوكي واي سلام لا انت مش
عليكم، شو اخباركم؟ رجع لكم فيديو جديد وبلوج جديد. انا عارف انه السلامه متاخره بعد نص الفيديو يمكن، لا المهم يا اخوان اليوم يوم مميز جدا، اليوم يوم جمعه. احنا كل يوم جمعه بدايه من شهر تقريبا 11 لشهر 3. وين بنروح؟ وين بنروح؟ المخيم. لازم كل جمعه في طقس عائلي رهيب خرافي جدا مع اصحابنا وقرايبنا، بنروح على المخيم مع البر. بنخيم هناك طبعا في الكورونا، مكان هذا الشيء صعب ما قدرنا نعمل، فالحمد لله الوضع رجع طبيعي تقريبا، فللاسف فلذلك تعالوا هلا راح اوريكم الاجواء هناك. كنا نروح هناك طبعا ماما وبابا وجاد ومين كمان وسند سبقونا هناك، ووليد ونور كمان راحوا، انا كنت نايم صحيت فجاه لقيتهم برا، فهلا انا معي جنى واياد راح نروح انا نطلع على المخيم، فيلا يلا تفضل. خبر لكم انه بطاريه السياره كانت بطاريه سيارتي بدها تبديل، فنسيت اشحن يعني كيف احكي لكم، بطاريه السياره نزلت السياره ما اشتغلت، فباستخدام هذا الاختراع الجميل بطاريه سياره بتشحن وانت يعني بدون سياره ثانيه يعني بدون اشتراك. كيف البلوفر؟ رقع كل احيانا اوريك البلوفر. اعطوني رايكم بالبلوفر. ترى انا شريت لي اياه، انا نقيت لي اياه يعني. يلا تفضل بسيارتي، اطلعي تفضل اطلع بسيارتي يلا. لا مش تسوق يا حبيبتي. لا عادي. خالد وين بيرد؟ هيو بيرد تعال على البيرد، تعال ربهم كلهم. ولا حمامة ضلت كلهم طهر. خلاص بح باي بيرد. سند وين بيرد؟ راح بيرد؟ سند وين بيرد؟ هاي ماما بتعمي بيرد خبز. سند هي بابا. وين بيرد؟ وين حمامة؟ وين عصفور؟ بدي ينزل. يلا خلاص على السيارة تأخرنا يلا. عصومي هيا عصوم وصل. يلا شكرا جبت لنا اياه يعني وجيت. ها شكرا لك. هلا والله. والله كيف الفخامه ما شاء الله، تعال شغل البر. نزلت البطاريه. والله تبديل، فبتتذكر بطاريه جبتها من تركيا. قال لك لسه شغال والله مش الحال. هلا ما طلع لي انها مضويه، بس اول ما شبكتها ارتفع الفولت تبع البطاريه واشتغلت. ممتاز. انا صورت جزء من الفلوج اللي جبت عنك، بتوقع تختم وتريح راسك. يلا هيك وصلنا على الفيديو اخوان. عمك صايب موجود، حمود المتالق موجود. زعلان مني عشان برجع على التليفون كنت نايم. يلا قول له انت زعلان مني، سمعت. يلا خلص كل الليل. هاي جناوي كمان جت. اياد مع مين؟ مع وليد؟ لا هي راح فات. والله هي راحت حمود زمان. جناوي ايش حامله معك؟ سماعه. اليوم رحت يعني تطرشينا اطربينا قصدك. عصوم ايش تعمل يا عصوم؟ وين سند؟ وين ركب سند معنا؟ سند الحين نايم يا حبيبي. يلا بصحى ريحه ريحه الاكل. احلى عصوم. يلا شوي بيعد معكم. يلا عصوم اعطيني وريني مهاراتك عصوم. اصغر بقي في الحياه. ايوه عصوم غرز عصوم يا عيني عليك. حوالين هاي شوف اوريني بعد عندي اياد ياد خرجيني علقنا ما شاء الله. شكرا على الغبره. شكرا وشكرا على الدائره اللي عملت لنا على الارض. برافو عليك عصومي. انا رايت بيع اسكاليت وجي لك واحد زي هذا. والله كثير حلو صح. ايه جناوي شو عصب مسمعات؟ هو ناخذ بنزين ماما. قلت له جاد يا ابو الزاد.
شو عصب جي بي قال له حركات ما في ما ما في ما هو عصوم ملاقة الجمعة هاي عجيبة عندك انت حبيبي الله يسعدك مش عارف تشغل سماعة انت وتقولها لازم ترى لازم الكهرباء اذا الكهرباء ما بتشتغل طبعا هذه من الخيام اللي بيسهروا فيها الشباب يبدو هذه خيمة المطبخ تجهيزات المطبخ الاشياء هذه والغاز وما شابه وهذا وانتم بكرامة دورات المياه والمي اوكي يا اخوان هذا الاختراع اسمه رابتر 250 250 سي سي صح؟ اوكي يلا 5 ثواني بكون اختفيتي يلا اوكي شفتك اختفت طبعا يا اخوان عندنا هون نطاطية بدنا نغسلها ننظفها عشان جاد ينط عليها شوف يا اخوان زمان كنا نجيب هذول الركايات ونطلع فيهم لفوق دقيقة شو حمود هذا ايش حمود شو هذا مستحيل يا زلمة والله هذا بانشي ولا رابتر لا هذا رام اسمه هذا ايامنا مش ايامكم بس هذا مبدئيا الواحد وين بقعد بس عشان نعرف هاي الكرسي اوكي يا حبيبي اللي الحمام عبين ايوه حاضر حاضر الله حان الان موعد اذان المغرب حسب التوقيت المحلي للكويت الحبيبه بدأوا صلاة وانا لسه ما رأيش يلا بسم الله اوكي اخوان الان دوري انا وسند الباقي يلا قولوا باي قولوا بابا باي يلا باي سند باي باي الى اللقاء سند جسود مع السلامة حيو عمار حيو 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 ما شاء الله ما شاء الله مبروك محلنا على البقيات الجديد يلا سنود طبعا سند اول مره بالبركه مش فاهم اشي قول له بابا باي باي والله خايف غايب مش فاهم باي با با يا روحي با. وفي هاي اللحظات ابن خالي بيحبش يطلع الاضواء حمزه السلام عليكم بيولع الفحم بس فيش لحم عفوا اللحم موجود قصدي هاي خبى اللحم اليوم ميكس من الاطعمه وخالي خفي حسوا بالسبع ورا الخيمه مع زي الاطفال هاي سنود قصدي سنود مع قاعدة سهام هيك ما عرفش حسيت اقدم تقارير انا مش عارف وهذا البرج الاخضر عشان نميز المخيم احنا فيش شيء مميز حج مش جوله تعريفيه هاي احلف والله احنا مش محل اثار والان يا اخوان احنا هذا مخيم في الفتره المسائيه بالليل بالضبط اي نعم في شبكة اخوان هلا بنلعب جيم طائرة الحين جيم طائرة شو صار بس ما عندنا كرة طائرة والشبكة مش من فوق طالعة ومن تحت نازلة بالعكس هيك صح بقدم على نفسك الحمد لله شكرا على الصوم تفضل يلا يا حي الله مش فيك ولدي افتح افتح لو سمحت افتح اللوك افتح اللوك افتح اللوك لا لا ما في شوف 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 الله اكبر بعد بدنا نصف يلا بسم الله هي ما شاء الله هي ما شاء الله الله يسعدك ولي تفضل يلا شيل شيل يلا يلا خذ السدنة تعال طب شيل معي ما شاء الله وصل الاكل اخوان اجواء وفعاليات اجواء بالتوب كل الامور طيبة هو الاكل الطعام قد وصل وهنا كمان تفضلوا تفضلوا هون عم بيعمل اشي بعرف شو هو وبس والله شو قاعد بصير حجونا هون بخاري خفيف جبناه ما شاء الله تسليكه من قبل الغداء يلا تفضل واو سنود بدي امي اعطيني امي هات هات لا لا بدي امي مش كفك بدي امي اوكي اخوان الان في فقره دبكه اشي خرافي حتكون هسه اصبروا
والآن يا إخوان نرحب بالانطلاقة الأولى لنافورة المخيم. نور نور بقول لك لازم سمك. هي بتقول سمك؟ بطلع سمك زينة فيها. يلا بدنا نقص الشريط. وين؟ بدنا نحتفل بانطلاقة النافورة. السمك بدي يحتفل وينزل. اوكي يا اخوان اليوم احنا فقرة السيكل عند يوسف مقداد. شوف هلا انا شوف هذا كيف بدي اركب فيه. يوسف تعال سباقات. يلا روح روح روح. اسمع اطول منه السيكل. يلا روح. طب مو قادر يسوقه. تسوق السكل هات. إلك شو ما بدك؟ إلك بي سي خاص فيك. صح أنا بدي أسوق. ما بتعرفي؟ بعرف. أنا أسوق عادي بس إلك أي شيء. يوسف شو اللي يوسف ما بتعرف لا تألف. أنا وحده هذا. تم بفضل الله افتتاح أول نافورة في مخيم آل مقداد. يعني كيف نصور هاي سمكة؟ هاي سمكة سمكة. ما شاء الله ما شاء الله الله يزيدوا القادم اعظم يا اخوان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله تشوق جزء بشيء. والله تشوق جزء. ما تسالوني بس تشوفوهم وصلوا النص اطلعوا. ايش في اليوم ايش في؟ نطلع مصاري منها. شو؟ نطلع بربع. تعبت والله تعبت. تعبت شو هالاطفال هذول؟ شو هالاطفال هذول؟ بيضربوا بعض بيكسروا بعض ما تسمع لهم صوت. بيكونوا بتهاوشوا على السايلنت. يلا هذا الولد هاي الآلية شغالة لحالها حاليا. قوانين عشان ابو صاحب الهاي. ابو صاحب النططية صاحب النططية هذا هذا اه لو خالف القوانين ياخذ هو ابو النططية ويروح. ابوك صاحب النططية ماشي القانون على الكل. انا عشان ما اعرف شو عملت خليته حكم. شوف ياسر ياسر اخر تنبيه بعديها ما حتلعب نهائيا. الله عليك ما حتلعب نهائيا. الله عليك. وهلا يا اخوان اخوي ومرت اخوي بدو يركبوا البقي بالرابع تبي بالله عليك شوي شوي. بالله عليك شفت جنور خايفه ياسر على الطائره. انت بتامن على نور معه؟ بتامني على نور معه ماما؟ اكيد دعواتكم يا رب. يلا يا رب. اخوان فقرات المخيم لا تنتهي. الساعة صارت 10 وتل وما شاء الله من اول ما وصلنا احنا بناكل. بخاري على مشاوي والان ايش؟ شيك 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 زنقر. الله اكبر. هلا والله. الشيف مساعد الشيف. هلا والله معك. الاكيلو كلهم الاكيلو كلهم هون ما شاء الله. خيم كلها ما شاء الله ما شاء الله. آلة صنع البطاطا. يا اخوان هذا قلب الموضوع عن جد. لا 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 شفت انا الهند كيف عملها والله. قلب الموضوع عن جد. آلة صنع البطاطا هاي. عشان انا ما نتعود عليها. هاي اختراع اختراع. اخوان العيلة كلها سوت دون ملقط. اخوان العيلة كلها مجتمعين. بسرعة تبي ملقط يا اخوان. حرقة البطاطا. وقعصون حرقة البطاطا. مش مشكلة عاد هم من منظر. شباب مين ايده قوية؟ انا بحطها. هي 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 جيبها. لا لا يا اختي هاي بحطيها على البطاطا هي. العود على جنب تسحبها عادي. يا اختي هاي هاي. حرقت حرقت البطاطا. لحظة 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 جبت الملقط ابو الوليد بس دقيقة اغسله. مش مشكلة حرقت البطاطا خلاص. وانا اول حبتين محروقات عصوا بتفضل. بدي بهارات حشو هاي هاي بدي احط في ملح هون وفي بهارات. بتخشنا قاعد انت. مين بده ملح؟ اوكي يا اخوان المخيم قرب يفضى. طبعا مش بضلش غير احنا عائلتنا وكم من حدا يعني. وزي ما شايفين فيش غير سيارات شوي سيارة بابا كم من حدا. كان يوم خرافي. الساعة تقريبا الساعة 12:30 بالليل
من الساعة تقريبا 3:30 احنا هون 10 ساعات يمكن قاعدين، فصراحة كان يوم خرافي. فان شاء الله ان شاء الله كنت استمتعتوا وانبسطتوا بالفيديو، عشت الاجواء معنا الاجواء العائلية. ما طلعت كثير بالفيديو انا بعرف، بس كنت بحاول اغطي لكم كل شيء. ان شاء الله الفيديوهات الجاية حتكون كثير اقوى كثير احلى. خليكم متابعين وعلى السلامة.